السلام عليكم. هنبقى في جولة مميزة النهاردة بمدينة نور على طريق السويس، وهنقول لكم في الزيارة النهاردة أهم المميزات من مدينة نور الذكية صديقة البيئة. تقام على مساحة 5000 فدان تم تخطيطها بفكر 2030 الأكثر حداثة، بالاستعانة بكبرى شركات التخطيط العالمية المتخصصة في تطوير المدن الذكية سمارت سيتي، لتكون بمثابة نقلة نوعية في خارطة التطور العقاري بمصر، والتي ستوفر مستوى جديد من السكن العصري المتكامل. احنا دلوقتي في مدخل مدينة نور من طريق السويس اتجاه القاهرة. دخلنا المدخل، مدخل مميز جدا. مدينة نور عهد جديد للمشروعات السكنية، تعاون كل من مجموعة هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان على تشييد طفرة في عالم العقارات، هذا وقد سميت هذه الطفرة فيما بعد مدينة نور. المدينة التي لا شك سوف تصبح مثالا يحتذي به وبداية لعهد جديد من المشروعات السكنية الذكية. وانفردت مدينة نور بأسعارها التي جذبت مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى أنظمة السداد المطروحة لأول مرة على الساحة المصرية. وفيما يلي سنتحدث عن كافة تفاصيل مدينة نور بشكل واف. ودلوقتي داخل المدينة وهنقول لكم بعض المشاريع. ودلوقتي في ناس كانت بتسأل عن موقع مدينة نور فين بالظبط. طيب احنا هنقول لكم معلومات على السريعة كده. تقع مدينة نور هشام طلعت مصطفى بجوار حدائق العاصمة في بدر الجديدة، أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق، وقربها لمدن حيوية أخرى مثل مدينة الشروق ومدينة. كما يعتبر موقع مدينة نور مميزا، حيث تقع على طريق القاهرة السويس بشكل مباشر، بالإضافة إلى الطريق الدائري الإقليمي الذي يعد المدينة من الجهة الغربية. كما يمكن معرفة موقع مدينة نور الجديدة بالنسبة لبعض المشروعات الأخرى من خلال النقاط الآتية. يحد مدينة نور هشام طلعت مصطفى من الغرب مدينة بدر ومدينة هليوبلس الجديدة ومدينة الشروق ومدينتي، ويحد مدينة نور من الجنوب العاصمة الإدارية الجديدة. استبلغ المساحة بين المدينة ومطار العاصمة حوالي 3 كيلومتر. ومن أرض الواقع تطور الإنشاءات بصورة كبيرة جدا، يعني الإنشاءات الخرسانية قدامكم على الشمال بنسبة يعني 99% الخرسانات مكتملة، باقي بس بالتشطيب الخارجي والداخلي. طيب توفر مدينة نور اختيارات سكنية متنوعة تشمل شقق واستديوهات بمساحات مختلفة تبدأ من 63 متر، يعني دي ميزة برضو، يعني بتبدأ مساحات صغيرة من 63 متر وصولا حتى مختلف أنماط الفيلات لضمان تلبية مختلف الاحتياجات السكنية. يعتمد تصميم نور على استغلال ارتفاعات الأرض بصورة استثنائية، حيث تنتشر المساحات المفتوحة في تسلسل رائع في مختلف المناطق لتساهم في تقليل استهلاك المياه وتوجيه مياه الأمطار نحو وادي مسمى يتدفق من الغرب إلى الشرق عبر وسط المدينة، ويوفر منظر طبيعي خلاب. وتم التخطيط للمساحات المفتوحة لتكون بمثابة مناطق للتنزه والترفيه. أما بالنسبة لتخطيط الشوارع والطرق، تحقيق التوازن بين الأمان والتمتع بالمناظر الطبيعية هم أساس التخطيط لشوارع وطرق مدينة نور، حيث تم تصميم الطرق بأنظمة مرور حديثة وذكية تستوعب الكثافة السكانية المستقبلية للمشروع، وممرات مخصصة للمشاة والدراجات تطل على المساحات الخضراء، حيث تعزز الأنظمة المستخدمة في تخطيط شوارع نور خلق توازن حقيقي بين الحداثة والاستدامة. إن الفكر الذي تم تخطيط مدينة نور من خلاله لا يهدف فقط إلى توفير أسلوب حياة ذكي، بل يمتد ليشمل توفير كافة الخدمات المتكاملة التي تضعها في مصاف المدن العالمية الأكثر حداثة، ويجعلها تمثل نقطة جذب للمناطق المحيطة بها. ويضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع عند اكتمال المشروع إنشائيا أن يستفيدوا نحو إلى 600 ألف نسمة. في مشروع متكامل كعادة مجموعة هشام طلعت مصطفى في تنفيذ المدن العملاقة المتكاملة الخدمات مثل الرحاب ومدينتي. بالنسبة للتصميم والتنفيذ، اشترك في تصميم مدينة نور 4 مكاتب عالمية بينهم مكاتب أمريكية لها خبرة كبيرة في تصميم المشاريع السكنية. ويتم التنفيذ بمجموعة طلعت مصطفى بالشراكة مع وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتم تصميم المدينة لتكون مدينة ذكية سمارت سيتي
بكافة التفاصيل الداخلية، وسيتوفر بمدينة نور محطات كهرباء لشحن السيارات وباصات كهرباء وأنظمة منازل يتم التحكم بها من خلال الموبايل لتكون بيئة مناسبة أكثر للأجيال الحديثة. ولضمان تطبيق أحدث مفاهيم المدينة الذكية، تم التحالف مع مؤسسات عالمية للاستفادة من خبراتها في تخطيط مكونات المدينة الذكية، سواء بمراعاة تنفيذ بنية تحتية متطورة يتم إدارتها والتحكم فيها باستخدام البرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يتم إدارة كافة المسطحات الخضراء بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى تدخل بشري، واتباع أحدث أنظمة الأمان الخاصة بالمدينة، والاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة وأحدث بما توصل إليه العالم في توليد الطاقة الشمسية وشحن المركبات الكهربائية. أما بالنسبة للبنية التحتية لمشروع نور، يتكون البنية التحتية للمشروع من أحدث الأنظمة الذكية في البناء والاستخدام لتصبح خدمات المدينة بالكامل عبارة عن غرف تحت الأرض بأنفاق تصل إلى مركز التحكم لخدمات المدينة. ولأول مرة ستكون المدينة الجديدة نور بنظام الـ5G في أنظمة الاتصالات والإنترنت، وكذلك الهاتف الأرضي بنظام الألياف الفايبر لتوفير سرعة كبيرة جدا في الإنترنت. بالنسبة لمساحات وحدات المشروع شقق وفيلات مدينة نور، تبدأ مساحات الفيلات من 195 متر وحتى 370 متر. مساحات المشروع تبدأ من 67 متر حتى 230 متر للوحدات السكنية أرضي وسبع أدوار، ويبدأ أول تسليم للمشروع بعد 5 سنوات في منتصف 2026، ويسلم المشروع كامل التشطيب للشقق السكنية، وتم تصميم الماستر بلان طبقا لما تم تصميمه في مدينتي، ويشار إلى المجموعة العمارات بحرف البي وتبدأ من P1 وحتى P8. أما بالنسبة لسداد مشروع نور، تبدأ أنظمة السداد من سعر الكاش مرورا بأنظمة تبدأ من 5 سنوات وتصل مدة سداد المشروع إلى 15 عام بالتقسيط، وتعتبر مدة 15 سنة قسط هي ثاني أطول مدة سداد في السوق العقاري المصري بعد مدينتي B5 ومدينتي B7 عندما تم بيعهم على 17 عام سداد سنة 2008. وإن شاء الله يعني بداية استلام مدينة نور من المقرر تسليم مدينة نور في منتصف عام 2026 القادم، ولكن الإنشاءات تتم على قدم وساق مما يؤكد إمكانية تسليم المراحل الأولى قريبا. وزي ما انتم شايفين كده يعني احنا من على أرض الواقع التطورات في الانشاءات زي ما انتم شايفين كده، يعني حتى المنطقه اللي احنا رحناها كومباوند العمارات يعني بنسبه 99% كخرسانات لغايه الدور السابع خلصانه، بقى بس التشطيب الداخلي والخارجي. واحنا دلوقتي في كومباوند فيلات برضو نسبه الانشاءات كخرسانات نسبه عاليه جدا ومميزه جدا. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوة نص. قولوا معايا نعيش يا مصر ونموت. حبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية، كلك شهامة وكرامة
بك سلامة وانت العدو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.